شاء الله. كابتن كريم، اجيلك يمكن بطوله كانت صعبه، هي تاني بطوله في الموسم، يمكن بطوله القاهره ما كانش فيها الصعوبه دي، ولكن البطوله دي كان فيها بعض الظروف الصعبه، مش بعض ده كتير من الظروف الصعبه. احكي لنا يعني عن الظروف دي، ازاي اتغلبتوا عليها وازاي لغايه ما وصلنا لمنصه التتويج. والله يا كابتن هيثم، زي ما حضرتك قلت، هو هي فعلا ظروف صعبه من اول ما السنه بدات. يعني احنا كفرقه لسه متجمعين، فرقه جديده، حصل لنا ظروف، عندنا اصابه بتاعت نور علي طلعت، بعد كده نادين اتصابت، بعد كده دخلنا في شويه مشاكل، فبعد كده رحنا نلعب فاينل الدوري، حوار الكورونا ده والمساحات دخلنا في توتر غير طبيعي. احنا جينا قبل الماتش بيوم هنعمل مسحه، يعني خلص الساعه 4 بالليل، 4 الفجر، فما كنا رايحين الجيم احنا مش عارفين مين معانا ومين مش معانا. فلحد ما وصلنا الملعب احنا مش عارفين يعني مين هيبقى كويس. يعني احنا الحمد لله بناتنا كلها كويسين جدا، احنا رايحين مش عارفين ال 12 مين. يعني كابتن علي لحد ما احنا وصلنا نزلنا من الاتوبيس احنا مش عارفين مين ال 12. صحيح. احنا قلنا حتى الكابتن هاب الكونجا مدرب الاحمال قلنا له نسخن ال 14 لحد ما قالوا لنا الاسامي، مش عارفين الجهاز ولا اللعيبه، مش عارفين اي حاجه. انت مش بس مين اللي هيلعب، انت مش عارف عدد اللي هيلعب قد ايه كمان. ما مش عارفين يعني، انت ممكن يبقى في بعد الشر 7 8 فعلا، في 6 فعلا. لا 7 8 كان الماتش اتاجل، انما في 6 6 كتير برضه. كانت مشكله كبيره، بس احنا البنات عندنا كان عندهم وعي كبير جدا في الحاجات الاحترازيه دي، ولحد ما رحنا الجيم وطلعت النتيجه ان احنا كان عندنا واحده هاجر لعيبه 18 سنه والحمد لله. والحمد لله باقي ال 12 لعيبه كانوا جاهزين وربنا كرمنا ولعبنا الجيم الاولاني. طب يا كابتن، يمكن سبورتنج برضو كان ينقص عدد كبير من اللاعبين، بس عملوا جيم كويس. يعني قصدي اقول لك ان برضو المنافس ما كانش سهل. بص يا كابتن هيثم، هو نادي سبورتنج طول عمره منافس قوي في البنات، يعني من زمان جدا هو منافس قوي. بينقص لعيبه، احنا برضو ناقصين ناس، يعني احنا ناقصين، بس احنا ما مش هنطلع نقول الظروف من اول السنه احنا ناقصين فلانه وفلانه. هم كانوا ناقصين عناصر مؤثره، عناصر مؤثره، بس برضو احنا العناصر اللي عندنا مؤثره جدا برضو. صحيح. يعني انت قصدك غيابات عندنا وعندهم، وكان الجيم في الملعب وكل يعني هو هيفضل حتى البطولات اللي جايه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل فاينل، هتبقى المباراه قويه جدا. يعني هم لما هيكملوا واحنا نكمل هتتفرج على ماتش كبير بس جدا، بس المساحات تتعمل بدري شويه. هتتفرج على كابتن هيثم على ماتش كبير جدا بين الفرقتين. الفرقتين محترمين جدا، سواء كابتن علي مدير فني هنا وكابتن عمرو عاشور هنا والعناصر هنا الفرقتين منتخب مصر. صحيح صحيح. فهتتفرج على ماتش احسن من ان احنا شفناه. دي لقطات النهائي يا كابتن، يعني نادين هي لقطه النادين. ده الماتش الاولاني طبعا مع سبورتنج.